انعكاس أحداث الشمال السوري تتسارع وتلقي بظلالها على الجميع، السوريون في تركيا والأكراد في سوريا والأتراك في المناطق الحدودية، والكثير من الأسئلة ظهرت بعد لحظات من بدء الجيش التركي معركته التي اختارها بتوقيته ووفق مصالحه، تلك العملية التي سبقها إغلاق الباب المفتوح، السياسة التي أعطت حكومة العدالة والتنمية احترامها لدى الشارع السوري، ولكن الأحداث أثبتت أن الباب كان مفتوحا من الطرفين، لمن أراد الخروج من المعركة ولمن أراد الدخول بها أيضا. فهل سيغلق اليوم على الخارجين بأرواحهم وأطفالهم فقط؟ وهل ستبدأ مرحلة شيطنة السوري في تركيا من الذين لهم مصلحة كما حصل سابقا في لبنان؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم. وفي المحور الثاني، الأرض لمن يقاتل بها بغض النظر عن جنسيته، الأسد يعترف علنا بالعمالة لطهران ويعلن انتهاء الدولة رسميا. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث قامت مجموعة مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في مدينة رأس العين بالحسكة، قامت باختطاف السياسي وليد عبدي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا من أمام محله في وضح النهار واقتياده إلى جهة مجهولة. وأكد شهود عيان في المدينة أن المسلحين اعتدوا على وليد بطريقة مهينة وعاملوه بقسوة في الشارع قبل أن يزجوا به في المركبة بشكل سيء ويأخذوه خارج البلدة. نالت الطالبة تسنيم حسون ابنة مدينة اللاذقية العلامة التامة في الصف الثالث الثانوي، محققة المركز الأول بين الطلاب السوريين في تركيا. طلعنا من بيتنا باللاذقية وتغير علينا كل شيء، يعني طلعنا لحالنا، الجو، العائلة، المحبة كلها نقصنا، صرنا بوضع نفسي هون صعب شوي. ومع ذلك نحن عنا حنيننا الوطني، هو كان دافع الأساسي إنه ندرس. حطيت هدف قدامي ومشيت عليه، انا بدي ارجع على سوريا وبدي ابني سوريا، بدي اعوض كل شيء راح فيها. وظروفنا هون الحمد لله ما كانت اقوى مننا، باراده الله كنا قدرنا نتغلب عليها ودرسنا. الكادر التدريسي كان كادر رائع الحمد لله، اخذ بايدنا، مديرنا كان مدير مميز ما بيتعوض ابدا، الاستاذ مصطفى اكهر، هن اخذوا بايدينا. تظاهر عدد من السوريين في شتوتغارت الألمانية لنصرة مدينة الزبداني التي تتعرض لحملة عسكرية عنيفة من قبل جيش الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني، وقاموا ببث بعض الأغاني الثورية ورقصوا على أنغامها. نتابع. ونبقى في شتوتغارت الألمانية، حيث قامت الناشطة الحقوقية المغربية نوال الصوفي بعرض مسرحي قصير للفت انتباه العالم إلى ازدياد جرائم نظام بشار الأسد بحق السوريين. أعلن عمال سوريون في مدينة النبطية بلبنان إضرابهم عن العمل احتجاجا على اعتداء عناصر مسلحة من حركة أمل الشيعية على مواطن سوري يعمل هناك. وقد تجمع العمال في ساحة كفر الرمان بالمدينة منددين بالمعاملة الطائفية والأعمال التشبيحية التي تمارس بحقهم من قبل مسلحي ميليشيا أمل، مطالبين أجهزة الأمن اللبناني بالتدخل لمحاسبة الجنى والفاعلين. يذكر أن سبب الاعتداء على العامل كان بحجة تجواله في الشارع بعد التاسعة مساء.
وفي آخر أخبارنا المنوعة من لبنان أيضا، حيث أظهر فيديو التقطه أحد اللبنانيين فرحة أهالي الحي بقدوم سيارة نقل القمامة واستقبالهم لها بالطبل والزمر بعد معاناة دامت لأيام سببها توقف الشركة الرئيسية المسؤولة عن جمع القمامة عن العمل الأسبوع الماضي. ونسوريا مستمر ولكن بعد لحظات.